اهلا وسهلا خوان ساسي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه مزيانه، كلشي بخير وعلى خير. كنتمنى ان شاء الله نتوما كتشوفوني وتكونوا فرحانين وناشطين وما خصكم حتى شي خير وتكونوا بصحتكم، هذا هو المهم. الصحيحه هي كلشي. مرحبا بالناس الجداد وحسن الناس القدام معايا في القناه، شكرا لكم بزاف واللي خطيكم عليا. اليوم خوان ساسي ان شاء الله، المهم قبل ما نقول لكم هذه الوصفه هذه، بغيت نسولكم واش كاين شي بحيره، كاين شي لابيسين، شي خروج، شي سفر؟ انا خصكم ها نتوما كما كتشوفوا باقا ما خرجت، ما مشيت لا البحر لا حتى شي حاجه، بقى يعني بيضه، بقى مسماريت، ما تبرونزيت، ما والو. ان شاء الله ملي غادي نمشي للبحر ولا غادي نسافر ولا غادي نخرج فين ما مشيت، غادي نصور لكم فلوغات اللي يعني البلايص اللي غنمشي ليهم، غادي نشارك معكم كل شيء، نهار كيفاش كندوزو في البحر، كيفاش كندوزو الى سافرت. المهم ان شاء الله غادي نشارك معكم كل شيء باش هكا يكون تنوع في القناه، ما تبقاش يعني غير وصفات الوصفات الوصفات. واخا راني عندي يعني عندي وصفات ما نصور، ولكن الا خرج ضروري غنصور لكم فلوغات. المهم اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم وصفه اللي زوينه بزاف. هذه الوصفه هذه كتقوي لنا الحجبان. هذه الوصفه كنت كنديرها ملي كنت باقا صغيره وباقا شابه يا اختي، واخا حتى دابا كنحس براسي باقا صغيره وباقا شابه، لحقاش المراه ملي كتكون مهليه في راسها بالرياضه وبالوصفات ومهتمه براسها كتحس براسها دائما باقا صغيره ودائما شابه وزوينه. المهم هذه الوصفه هذه كنت كنديرها ملي كانت عندي 25 عام، 26 عام، 27 عام، 30 عام. المهم في هذه المرحله هذه كنت كندير، وحتى وصلت حتى ل 34 35 وكنت كندير هذه الوصفه هذه اللي كتقوي الحجبان وسهله وزوينه وعلى ضمانتي. وبغيت عاوتاني هذه الايامات ارجع نديرها، وقلت ضروري نشاركها مع خواتاتي. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نوريكم دابا هذه العشبه ولا هذا المكون اللي يعني مكون واحد وسهل الطريقه ديالها، ما غادي تخلطي، ما غادي تطحني، ما حتى شي حاجه. انا غادي نوريك، شوف بنتي اش بغات، ورجع باش نوريكم هذا المكون اللي زوين وخطير وراه معروف عليه كلشي كيعرفو، كيقوي الشعر وكيقوي حتى الحجبان. المكون اولا العشبه اللي كندير اللي هي القرنفل. القرنفل البنات راه زوين بزاف في تقويه الشعر، في تقويه الحجبان، زوين بزاف بزاف بزاف. انا راني كيفاش حتى فكرت هذه الوصفه هذه كانت مشات ليا من بالي. كنت كندير في هذا، دايره سميتو، انا غادي نجيب لكم البلاطو، دايره فيه العشوب، دايره الحنه، كنت حاطاهم في الباركو كيتشمشوا، لحقاش بغيت ندير واحد الوصفه شعري صباغه طبيعيه، وفي نفس الوقت كتعالج الفروه ديال الراس وكتقوي الشعر وكترطب الشعر وكتغطي الشيب وكتعطينا واحد اللون اللي هو زوين. دايره العشوب تما، دايره القرنفل، دايره الورد، الخزامه، كلشي انا غادي نوريكم، والحنه وكلشي. المهم غنزيد عليهم واحد المكون اخر راني طاحناه وصورت لكم كل شيء، وتفكرت قلت ضروري غادي ندير هذه الوصفه هذه، غادي نتبع نبقى نديرها يوميا وغادي نصور مع البنات. يعني قبل ما نديرها غادي نصور معكم انتما، شوفوا حجباني، غادي نحيد النظاظر، نحيد النظاظر وغادي تشوفوا. عاد نقول لكم الطريقه ديال القرنفل كيفاش كندير ليها، الطريقه اللي هي سهله اقسم بالله البنات، حتى القرنفل كنت كنديرو الحجباني وكان كل شيء. البنات صحاباتي كيسولوني واخا انا حجباني راه شهبين تيكون فيهم الشعر وكيبان شهب، ولكن تيقولوا لي اشنو كديري الحجبان راه تبارك الله قويين. هذه هي الوصفه اللي كنت كندير، وغنقول لكم حتى واحد الوصفه اخرى حتى هي كنت كنديرها ساهله في الطرف يعني في الطريقه ديالها وزوينه بزاف، كتقوي لينا الحجبان وغزاله. المهم غادي نحيد بعدا النظاظر باش نوريكم حجباني، راني ما طراسيتو ما حتى شي حاجه. انتما البنات انتما شوفوا حجباني ما درت ليهم والو، يعني ما درت ليهم لا قلم، ما فكنت راسي غير شويه بالكحول ولا كندير ليهم قلم، راه حتى الريسين ما دايره حتى شي حاجه. انتوما بغيت نوريكم حجباني دابا ملي غادي ندير ليهم الوصفه، يعني الطريقه ديال القرنفل، وغادي تشوفوها انتوما. شوفوا دابا بقاو عاقلين البنات على حجباني، ها انتوما شوفوا شوف، يعني طاحوا ليا، ما بقيت كندير ليهم لا وصفات لا شي حاجه، مع كندير واحد القلم اللي كنت غاده خارجه، وهذاك القلم طيح ليا، نسيت شويه التليفون، هذاك القلم طيح ليا حجباني، طيح لي حجباني هانتوما كما كتشوفوا. هاد القرنفل هذا كينبت الحجبان، كينبت الشعر في الحجبان وكيكحلهم. المهم يعني باش نقول لك ما بين ليل ونهار غادي يقوي لك حجبانك، غادي يكحل وغادي يولوا زوينين. تقريبا واحد الشهر، شهر تقريبا على قدو، وغادي نعاود نصور معكم وغنوريكم حجباني كيفاش كانوا، هانتوما عقلوا عليهم. وغادي نوريكم حتى نخليكم حتى مقطع من هذا الفيديو هذا، شوفوا الحجبان قبل كيفاش كانوا، وملي داز واحد الشهر ملي غنتبع هاد الوصفة هادي ديال القرنفل لمدة يوميا، يوميا نديرها يوميا لمدة شهر، غادي عاوتاني نرجع نقول لكم هانتوما حجباني كيفاش ولاو، وغادي نخلي لكم قطع من هاد الفيديو باش تشوفوا. المهم باش ما نطولش عليكم بزاف، المهم البنات بالنسبة للطريقة كتاخدي هي القرنفل، كتاخدي حبة ديال القرنفل بحال هاكا، حبة وحدة البنات ديال القرنفل هانتوما، هاد الحبة غادي نمشي نحركها، هانتي غنصور لكم كلشي. كتحركيها شي شوية فوق البوطة،
وغادي نخليها تبرد شويه وغادي انتما غتشوفوا معايا نكحل بها حجبانيه. غنمشي دابا غادي نحرقها معكم. يعني حبه ديال القرنفل كتاخذي بحال هكا القرنفل كتخليه عندك في الدار وكتبقاي كل نهار كتاخذي حبه وكتحرقيها، ولا تقدر غير حبه وحده، تقدر ديري لك جوج مرات ولا ثلاثه، يعني يومين ولا ثلاث ايام كتعاودي تاخذيها بحال ما كانت. غتشوفي معايا الطريقه. المهم انتما البنات عندي هنايا حبه ديال القرنفل بحال هكا، غادي نشعل البوطه ونقصها، كديروها غير على الفرن الصغير بحال هكا وكديرها بحال هكا وكتحرقوها بحال هكا. راه تقدري تحرقيها غير بالبريكه، صافي بحال هكا كتحرقي القرنفله بحال هكا. يعني الطريقه ساهله، ما كاينش مسهل منها. هانتوما البنات شفتوا، صافي دابا هي دابا ملي تحرقات بحال هكا غادي نطفي البوطه. صافي كتبان لك تحرقات بحال هكا، صافي دابا غادي نطفي البوطه. هانتوما شفتوا، غادي نخليها غير تبرد شي شويه واحد بحال هكا جوج دقائق ولا ثلاثه باش ما تحرقنيش، وغادي تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير ليها نطراسي بها حجباني. هانتوما غتشوفوا معايا كلشي. صافي غادي نخليها تبرد شويه ونرجع لكم. المهم البنات على ما يبرد ليا القرنفل هانتوما شوفوا، هادي راها حنه، خديت بحال هكا الحنه البنات، كنجيب بحال هكا بكثره. هادي راه غير تقريبا 5 درهم ديال الحنه. هانتوما شوفوا تبارك الله شحال فيها، كنقيها من دوك العويدات ديالها، ولا فيها شي حجيرات طايحين فيها ولا شي حاجه، المهم كنقيها. ودرتها في الشمس سخنات، يعني هانتوما سمعوا كتولي سخونه باش دغيا كطحن، ما كت يعني دغيا كطحن ما كنبقاوش معاها مشكل. صافي هانتوما البنات الحنه هذه راه غندير معكم بها واحد الوصفه كما قلت لكم على الشعر ديالي. وهنايا عندي هنايا عندي الورد، عندي الخزامه، المهم كاع داكشي اللي غادي نحتاج. هنايا الريحان، واحد المكونات جوج راني طحنتهم ودرت يعني قاديتهم، القرنفل حتى هوايا هانتوما. وغادي نزيد مكونات وحدين اخرين ان شاء الله غادي نشاركهم معكم. كلشي البنات كنطحنوا على يدي هانتوما، يعني العشوب كلها كنقيهم من العويدات كنشمشهم وكنطحنهم على يدي باش كيعطيونا نتيجه. صافي هنايا البنات هانتوما القرنفله ملي حرقتها بحال هكا كتخليها غير واحد دقيقه بحال هكا ولا جوج دقائق كتبرد شويه، صافي باش ما كتحرقكش وكديري بحال ما هكايا كطراسي بها حجبانك بحال هكا، كطراسي بها حجبانك. انا راه كنت كنديرها ملي كنت باقا يعني كما قلت لكم شحال هذه في 2006 2007 2008 كنت كنطراسي به حجباني ملي كنكون غدا خارجه ولا معروضه ولا غدا خدامه، المهم في اي بلاصه كنطراسي به حجباني. تصوروا يوميا كنطراسي به حجباني، عرفتوا ولاو قويين كما قلت لكم. كاع صحاباتي كيسولوني كيقولوا لي شنو كديري الحجبانك، راه تبارك الله قوي. صافي كطراسي بحال هكا كطراسي حجبانك، الا كنتي خدامه ولا اي بلاصه غتمشي ليها طراسي بهذا سميتو طراسي بالقرنفل، طراسي بحال هكا حجبانك بالقرنفل. انا راه غير ما بغيتش نورك بزاف باش ما يوليوش عاوتاني كحلين، لحقاش غير شويه غادي نخرج بناتي الجرده، ما بغيتهمش يوليو كحلين بزاف. اما راه ملي كنكون في الدار كنطراسيهم مزيان حتى كيوليو كحلين، صافي كنقادهم بحال هكا كنقص منهم بحال هكا. يعني الطريقة سهلة ووصفة اللي زوينة البنات. القرنفل راه معروف كيقوي الشعر كيقوي الحجبان وكيكحل وكيحيد الشيب وزوين بزاف بزاف بزاف. هانتوما غادي نطراسي الحاجب الاخر، انا راه ما كنشوفش القرب، عرفتي راه كنطراسي دابا غير على الله وصافي، القرب عندي ضعيف بزاف بزاف البنات. المهم انا غادي نطراسي حجباني، نقدر نمشي للمرايا نطراسيهم بهاد القرنفلة وعاد نرجع لكم. وهانتوما البنات عقلوا عقلوا على حجباني كما كانوا، راه شفتوا معايا في الاول الفيديو، وملي غدوز مده شهر غادي نوريكم حجباني غتشوفوا الفرق، الفرق كبير. هاد القرنفل البنات راه زوين، هاد الوصفه هادي زوينه بزاف وبغيت نبداها وقلت ضروري نشاركها معكم. المهم غنمشي نكمل حجباني نطراسيهم ورجع لكم البنات. هانتوما شفتوا طراسيت حجباني بهاد القرنفله، ملي تكوني في الدار ما غتخرجي ما والو طراسي مزيان، عمري 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 وخا يبقى لك مشتت في الجناب القرنفل عمري مزيان 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 مزيان. وملي تبغي تخرجي غادي تنقصي منه شويه، غتمسحيه بشي قطن ولا بشي طريف ديال الكلينيكس بحال هكا، يا شويه طرفي غير من الجناب بحال هكا وتخليهم طراسين مقادين عاديين. هانتوما شفتو انا عمرت مزيان بحال هكا، صافي ملي كنبغي نخرج بحال هكا كتقادي بحال هكا صافي.
كتراسيهم يعني بواحد الوصفه اللي هي غتقوي لك حجبانك، وفي نفس الوقت كتزين يعني كتراسيهم، وفي نفس الوقت راكي دايره الوصفه واخا تخرجي بها واخا كلشي ما كاين حتى شي مشكل. هانتوما البنات صافي، المهم هانتوما انا غادي نتبع المده ديال شهر وغادي نعاود ندير لكم فيديو وغنقول لكم شوفوا حجباني كيفاش ولاو بالقرنفل. المهم البنات القرنفل راه غزال 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 بزاف تقويه ديال الحجبان وديال الشعر، وهاد الوصفه هذه بغيتكم حتى نتوما تجربوها وتبعوها معايا لمده شهر وغادي تشوفوا النتيجه ان شاء الله غتعجبكم بزاف. انا اي حاجه كنت كنديرها وكتعجبني بزاف ضروري نشاركها مع خواتاتي. المهم خواتاتي كنتمنى ان شاء الله تتبعوا معايا هاد الوصفه هذه لمده ديال شهر وغادي تشوفي النتيجه. الا عندك حجبانك طايحين لك مثلا ولا ما عندك ما قويينش خفاف، تبعي لي هاد الوصفه هذه اللي درت معاك اليوم وان شاء الله غترجعي وغترحمي لي الوالدين. انا راه كنت نسيتها مشات لي من بالي، وحتى دابا كنت كنشمش في القرنفل وانا نتفكرها وقلت ضروري غادي نبداها وغادي نشاركها مع خواتاتي. يلا خواتاتي ما تنساونيش من اللايكات ومن البارطاج القناه ومن التعليق ديالكم الزوينه اللي كتهمني بزاف باش على القناه ازيد قدام ونزيد ان شاء الله نعطيكم فيديوهات زوينين. وغادي نبدل ان شاء الله التليفون غيكون تصوير زوين في المستوى، وغادي نشارك معكم روتينات، نشارك معكم وصفات، نشارك معكم كل شيء خواتاتي. خليتكم على خير، تهلاو ليا فراسكم.